ما يخيفني من كلام مودز هو تفاصيل التقرير، لأن تفاصيل التقرير بتتكلم على مديونية مرتفعة، بتتكلم على سعرين للصرف، وإن السعر في المراجعة الأخيرة كان وصل فوق الـ40 والنهاردة فوق بيقترب من الـ50. طبعا هو ما شافش اليومين اللي بعديها، يعني بعديها بيومين زاد عن كده طبعا نتيجة زيادة المخاطر، ونتيجة إن السوق زي ما حضرتك قلت السوق يعلم، السوق عارف إن أنا في الربع الأول بس من 2024 عندي التزامات دولارية كبيرة جدا هتخلي الجهاز المصرفي، وخصوصا إن في جزء كبير منها على البنك المركزي، الجهاز المصرفي هيبقى ناهم تجاه تجميع الدولار والحفاظ عليه بشدة. هذا النهم هينعكس على سعر الدولار بدون شك في خلال السنة الحالية، مش قادمة بقى، السنة الحالية أنا مطالب بسداد ربع ديوني الخارجية، ده بقيمة كبيرة جدا. سنؤمل على أمرين عشان برضو نبقى نقول لحلول أو يعني تصورة، سنؤمل على أمرين، أن يتضاعف قرض الصندوق من 3 إلى 6، وده ممكن يحصل، وساعتها أنا عندي قسطين متأخرين بدل ما هيبقوا 700 مليون ممكن يبقوا مليار وشوية، مليار وربع دولار، وعندي 6 مليار أيضا مستحقة عليا السنة دي تجاه الصندوق، دي برضو ممكن أعمل لها إعادة جدولة، وعندي طبعا جزء من الودائع إن شاء الله هنعرف إن إحنا علاقاتنا مع الدول العربية يتم مد أجلها كما تم من قبل، وبالتالي هيبقى قللت شوية من حجم الالتزامات اللي هي 42.5 مليار. لكن كل ده لازم يتم في إطار خطتين، لو تسمح لي حضرتك أخوض فيهم بسرعة، خطة قصيرة الأجل زي ما حضرتك بتتكلم، وخطة أخرى طويلة الأجل. قصيرة الأجل سريعا قصيرة الأجل، أولا تجديد نقدي ومالي لازم تتم كلها، يعني ما فيش أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لازم كله يتم مع بعض. تجديد نقدي ومالي سريع، تجديد النقدي يعني رفع أسعار الفائدة حتى تقترب من يعني أنها ما لا يأكلها التضخم بالكامل على الأقل، يعني أو يأكل يعني أكثر من نصفها، أو يعني يكون التضخم ضعفها. ضبط الأسواق، وتجديد النقدي ده لوحده مش كفاية، لازم يصاحبه، يعني مش كفاية حتى يكون بسعر الفائدة وإنما أيضا بتخفيض طباعة البنك نوت، ويصاحبه تجديد مالي من ناحية خفض الإنفاق، لأن بصراحة شديدة الإنفاق الحكومي، خلينا نتكلم حتى لو كان بيخلق فرص عمل وده مقررين بيه، لكن الإنفاق الحكومي لو أوف بالانس شيت، لو برة الموازنة بيزاحم القطاع الخاص وبيتسبب في زيادة المديونية. احنا عارفين ان الدين العام معظمه دين هيئات اقتصادية، يعني معظم النمو فيه اللي حصل مؤخرا حصل في الهيئات وليس في اجهزة الموازنة، وبالتالي هذا الانفاق خارج الموازنة بيعمل لي مشاكل وبيضر بوحدة الموازنة، ولما بيكون جوه الموازنة هو بيعمل ايه؟ نصه تقريبا هو كامل الايرادات تقريبا دلوقتي بيدفعها خدمة ديون، فانا عايز اقلل الانفاق باي شكل، وده هيساعد في خفض التضخم، يعني اول نقطة دي هتقلل لي اثر التضخم كمان هيقل لما اعمل ضبط الاصوات، وده بتفعيل دور الجهتين المنوط بهما، هذا حماية المستهلك وحماية المنافسة. ربط مرن، سياسة الربط المرن لسعر الصرف دي هتتم في حدود نطاق سعر زي ما اتكلمنا قبل كده، وهختار سعر زي اللي كنت حضرتك بتتكلم عنه، هذا السعر هيتم تحديده وفقا لاحتياجات او قدر الكمية من الدولارات اللي هتبقى معايا عشان احافظ او ادافع عن هذا السعر. يعني نفترض ان احنا حددنا هذا السعر عند 35 جنيه مثلا، لازم يكون عندي حصيلة دولارية اقدر اوفر بيها الدولار بالسعر ده، وده مش هيحصل غير بالحاجات اللي كنت بقولها في الاول، وبان انا بعمل استعاده وترميم للثقه تجيب لي وتجديد نقدي يجيب لي دولارات بسرعه، ان شاء الله هوت ماني، ان شاء الله اموال ساخنه بسرعه جدا عشان تبقى عندي الحصيله دي، ويبقى عندي تصور لحصيله مستدامه، لان يا فرح